اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طبعا احنا النهاردة بيعتبر يوم تاريخي بالنسبة لنقابة المحامين، وبالنسبة للجمعية العمومية لمحامي مصر، وبالنسبة لمجلس النقابة. طبعا احنا بنقدم لكم الشكر والتقدير والامتنان بالنسبة للنقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، وطبعا ومن ضمن أو هو المسؤول عن بالنسبة للمعهد. وفي الأول ما بدأ احنا بقى دلوقتي حوالي 8 سنين في المعهد، شغالين ما شاء الله حاجة حلوة قوي يعني، محامين ومحاميات تفرح. وأنا مقرر معهد المحاماة برضه الفترة دي، وعلشان كده احنا متمسكين قوي بالمعهد، مش شكل، لا احنا بنعيد المعهد، بنعدكم لبكره، للمحامين اللي جايين بكره، للجمعيه العموميه اللي جايه بكره، لان احنا عندنا المحامين جيل بيسلم جيل، واحنا احنا بالنسبه لنا رساله المحاماه، رساله بنبقى حريصين جدا على ان احنا نبدا رساله المحاماه من الحلف اليمين النهارده. وده حلف اليمين مش مساله، مش هو ايه انا بردد كلام، لا، ده حلف اليمين ده كل كلمه فيه، كل حرف فيه هي المحاماه، كل كلمه في القسم هي رساله المحاماه، هي كل كلمة في القسم هي بتقول للمحامين الجمعية العمومية احنا، واحنا كنقابة عامة، واحنا كمجلس النقابة، وانا كمعهد المحاماة مسؤول مسؤولية كاملة عن المعهد. وخلي بالكم الكلام اللي انا بقوله ده انتوا حافظينه اكتر مني، بس انا بقول الواقع، احنا جايين المعهد مش عشان ناخد الشهاده بتاع المعهد ونتأيد بتاع ده جدول عام او ابتدائي، الكلام ده مش مظبوط. احنا بنبدا المعهد ده من الالف للياء عشان يبقى الكلام واضح وتبقى انتوا الامور بالنسبه لكم واضحه. احنا المعهد بيختلف عن مرات عديدة قبل كده، احنا بنعلم المعهد ازاي يبقى محامي، دي موضوع كبير قوي، لانه مفترض ان انتوا درستوا في كلية الحقوق جميع القوانين التي تمت بالمعرفة الاجهزة النيابية والتشريعية والكلام ده كله، انتوا درستوها كلها يعني، اللي هم الطلبة بتوع الحقوق بصفة عامة هم اللي منوط بيهم، وهم دراستهم الأساسية القانون، كل أفرع القانون اللي موجودة. فعلشان كده مفترض إن احنا كلنا كده عارفين القانون، دارسين القانون، فاهمين القانون، بنعرف القوانين قد إيه، كل قانون بيحكم إيه، وكل قانون بيطبق على الوقائع اللي موجوده. احنا عندنا كل الوقائع اللي موجوده في المجتمع كلها، الوقائع يعني الاحداث، اي حاجه لو مجرد الكلمه تدخل في اطار القانون، السب والقصف او حاجه زي كده بيطبق على القانون. يبقى اذا احنا كلنا فاهمين القانون وعايشين القانون وتعايشنا مع القانون، ماشي. فعلشان كده هي دي رسالة المحاماة، واللي أنا بقوله ده طبعا أنا بقوله وأنا يعني إيه جوايا يعني حاجات كتير قوي أنتوا هتعرفوها بعدين في المعهد. فعلشان كده إحنا هنبدأ بإذن الله يعني لما هتيجوا المعهد هنبدأ المحاماة. خلي بالك أنا بتكلم بس في كلام مش هقوله، هيبقى بينا وبين بعض،
هيبقى بيننا وبين بعض هيعداني ايه عشان يبقى الامور واضحه. وبعدين احنا بالنسبه لنا كرجال قانون ما بنخبيش حاجه خالص، بالعكس. ليه؟ لان انا ده انا بقى احنا كمحامين وكمسؤولين عنكم في معهد المحاماه وبره معهد المحاماه، فلازم نوصل لكم كل المعلومات الخاصه بالمحاماه، كل المعلومات الخاصه بالقوانين، كل المعلومات. يعني ايه المحامين؟ يعني ايه المحاماه؟ خلي بالكم ما عندناش محاماه في كتاب، ما فيش كتاب مكتوب فيه المحاماه عشان تتعلمها، لا. ده في هنا انت بتتعايش الواقع، اللي موجود في المجتمع، والواقع ده لما بتتعايش معاه بتبقى عارف ايه مضمونه، تعايشت معاه، بدات بيه ازاي، ايه اللي بيطبق على الواقع. الواقع ده يعني حدث موجود في المجتمع، ايا كان الحدث، ايا كان الاحداث، ايا كان الفعل، ايا كان الفعل المجرد، كل دي احداث ووقائع اللي موجوده في المجتمع ككل، ايه اللي بيطبق عليها جميع القوانين. القانون الخاص بالواقع، ده هو اللي بيطبق عليه، هو القيد والوصف بتاعه، هو ده القانون اللي بيطبق على الوقائع اللي انتم درستوه في كليه الحقوق او في كليات الحقوق، بصفه عامه، والنهارده بتطبقوا على الوقائع اللي هيحكم بيها القانون. شوف العمليه ايه؟ منظومه محكمه، خلي بالك، منظومه محكمه، واللي بيتعامل معاها ويتعايش معها ومسؤول عنها احنا كمحامين. ايه؟ انت المحامي اللي بتترافع قدام المحكمه، انت بتقدم ادله ثبوت قدام المحكمه، انت بتقدم ادله اسناد للواقعه محل الاتهام، ايا كانت الواقعه محل الاتهام، حتى جنائي، مدني، شرعي، كل ده اجراء وواقع وقانون، اللي هو انتم بيبقى هتعيشوا بيه زي ما احنا كده دلوقتي عايشين فيه. بالنسبه للمحاماه، فعارفين ايه المحاماه، عارفين ايه القانون، عارفين ايه الوقائع التي تطبق على القانون طبقا لنص الماده، طبقا لنص المواد، طبقا للواقعه محل الاتهام احنا بنتعامل معاها. وخلي بالكم المحامي الوحيد اللي هو بيصل به الامر انه بيغير راي الدعوه ايا كانت الواقعه، فاسمها دعوه جنائيه، دعوه مدنيه، كل ده. فاذا انت بتتعامل مع دعوه جنائيه هتتعامل معاها، دعوه مدنيه هتتعامل معاها، شرعي هتتعامل معاه، اداري هتتعامل معاه، كل ده انت هتتعامل معاه بصفتك كمحامي، يبقى اذا انت اصبحت النهارده مسؤول مسؤوليه كامله عن الاحداث اللي بتدور في المجتمع، منوط بيك. اولا انك بتدافع عن وطنك، بتدافع عن بلدك، كل ده الاول بتدافع عن وطننا، بتدافع عن بلدنا، بنحافظ على بلدنا، بنحافظ على رساله المحاميه. لان رساله المحاماه هي عمود الحياه في المجتمع، لان هي ايه؟ القانون بدون قانون القانون ده هو حكم في كل من امور الحياه. طب مين اللي بقى رجال القانون اللي هيحافظوا على المجتمع بصفاتهم رجال القانون؟ احنا، اللي هو انتوا. ليه؟ لان كل صغيره وكبيره في المجتمع، انت كمحامي مسؤول عنها بصفتك، مش مجرد انك انت في المحامي بتروح تترافع في المحكمه والكلام ده كله، لا، ده كل مؤسسه في الدوله ايا كانت، كل مؤسسه في الدوله ايا كانت هي فيها قانون، ايا كانت المؤسسه، حتى مؤسسه الناس، اي مؤسسه. احنا بنعمل تعاقدات مع دول، تعاقدات مع دول بتخص مشروع معين،
مين بقى اللي بيقول ان ده يتم وده ما يتمش؟ المعاهده دي تتم ولا لا ما تتمش؟ مين اللي هيقول قرار وبموجبه يتم توقيع الاتفاق؟ المعاهد. المعاهد. ما المحامي هو لازم بيعرض عليه الواقعة كلها بجوانبها ايا كان. مين اللي هيقول ان ده ممكن يبقى فيه اتفاق بين مصر وبين ايا كان دولة تانية؟ لازم رأي الشؤون القانونية. ورأي الشؤون القانونية بتقدر تصف في كل الوقائع المعروضة بين الطرفين على انها تقول احنا موافقين او مش موافقين. الشؤون القانونية تعرض وتقول تقرير ان احنا موافقين من حيث كل المبادئ دي صح، وعلى ضوء كده تعرض على الجهة المسؤولة بتاعتنا اللي هتوقع بيننا وبين الدولة التانية بعد رأي الشؤون القانونية الملزم. الملزم. تخيلوا. تخيلوا المحاماة. اللي هو انتوا. يعني الموضوع كبير. الموضوع كبير وفيه مسؤولية. وربنا هيحاسبنا عليه، خلي بالكم. ربنا هيحاسبنا عليه. احنا كمحامين هنتحاسب قبل أي حد. كمحامين. ليه؟ لأن أنت ربنا سبحانه وتعالى اختصك بما لا يختص به غيرك. تخيل؟ مش عارفين انتوا الحكاية دي. علشان كده احنا هنبقى الحساب يا اما ربنا يعني ايه هيحاسبنا حساب اللي موجود، وفي نفس الوقت ظل بيحاسبك حساب الملكين على اذا كنت انت اسأت او اخطأت او العكس. تخيل بقى ليه؟ لان انت ما عليكش رقيب غير ربنا سبحانه وتعالى. الرقيب عليك ربنا وضميرك اللي هو بيحاسبك، اللي انت بتيجي كده اخر الليل وتقول انا عملت كذا 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 كذا، طب انا اصبت، طب انا اخطات، طب انا ما اديتش اداء كويس في الواقعه دي، طب الراجل ده اللي صدر عليه حكم ده الموضوع كبير، موضوع كبير قوي ومساه، وفي نفس الوقت في منتهى السهوله اذا اخلصت. اذا اخلصت لوجه الله تعالى هيبقى في منتهى السهوله، وكل الامور ربنا هيسرها لك. ليه بقى؟ لان انت في الاخر مين اللي بيديك العطاء؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ ما احنا ما بنقبضش، احنا ما بنقبضش مرتبات، احنا بتاخد اتعاب، والاتعاب دي ايه؟ من عند ربنا، ومحدش يعرف انت بتقبض ايه خالص. لازم توقف. هو كده اتعابك بتجيلك يعني، وبتجيلك من انت ايه؟ بدون ما تعلم، ما انتش عارف هيجيلك امتى، الساعه كام، بالليل ولا بالنهار، جاي لك الرزق بتاع ربنا كده جاي منين؟ ما انتش عارف. خبط على حضرتك يا استاذ في حد عايز حضرتك، حضرتك مين؟ تخش المكتب يقعد معاك يقول لك يا استاذ احنا ليك عندنا مبلغ معين، كان في قضيه انت اترفعت فيها واحنا اتاخرنا شويه بالنسبه لباقي الاتعاب. الموضوع مش في دماغك. بس خلاص يعني ايه؟ انت حضرت بسرعه فلقيت فالراجل ده قال لك متشكرين يا استاذ واحنا اسفين و ده اهو ده الرزق الغيبي. محدش يعرف عنه حاجه. وده منه كتير خلي بالك. احنا بنقوله عشان احنا فاهمينه وعايشينه كويس قوي ماشي. فاحنا عايزين انتوا احنا بالنسبه لنا في كل جلسات حته اليمين بنبقى حريصين على ان احنا بنخرج من النهارده من هنا بنقول لك يا استاذ يا استاذه بنص القانون، ما حدش يقول لك حاجه من عنده، لا بنص القانون يا استاذه من الباب ده هتبقى خارج وانت معاك حياه ثانيه خالص، مرحله ثانيه خالص، انت داخل ما انتش محامي، خارج محامي،
ومحامي محمل بكل المسؤوليات التي تحددها قوانين المجتمع بما فيها قانون المحاماه. فانت مسؤول مسؤوليه كامله في كل القوانين والوقائع اللي هي بتبقى انت مسؤول عنها. فعشان كده لا هنعرف بقى نقعد قاعده مش عارف فين، ولا هنقعد على العرف على باب النص على الناصيه، ولا هنتقابل مش عارف فين، ولا هنعمل ايه. لا، ده انت هتحاسب نفسك حساب الملكين. الملكين هيحاسبوك، بس انت هتحاسب نفسك. خلي بالك، كل كلمه محسوبه عليك دلوقتي، كل كلمه محسوبه عليك. شكلك، منظرك، ادائك، اعتبارك، شخصيتك، كيانك، غرورك. مش غرور، لا لا، ان الغرور ان المغرورين كانوا اخوان الشياطين. الا انا ما بقولش غرور، انا بقول كل ما ربنا سبحانه وتعالى يديك وانت تبقى في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، بيديك ربنا بيديك العطاء، وبيديك انك تعتز بنفسك. انا بقول لك اعتز بنفسك، وخلي عندك ثقه بنفسك كويس قوي. خلي عندك ثقه، وخلي عندي ثقه بنفسي. ليه؟ لان هو المحامي كده، محامي شيوخ مهم. مساله يعني لما تبقى ماشي في المجتمع اي شارع، حد بيشوفك يقول لك ده محامي. وليه ما بيقولش مش غير محامي؟ لا، هو محامي. لان المحامي الوحيد اللي يتمتع بشخصيه كويسه جدا، بيعتز بنفسه، بيفتخر بنفسه. كل ده بينعكس على المجتمع بالنسبه لك. يا اما المجتمع يديك اللي انت شايفه في نفسك، او العكس. واحنا في بدايه حياتنا كده لازم نبدا كبار، لازم. انت محمد انت الكبير وهتبص للفلوس، مفيش كلام منك دلوقتي خالص. فعلشان كده احنا حبينا نقول بعض المخططات بالنسبه للمحاماه. فالاستاذ يحيى هنسمع الاستاذ يحيى الفضيحه التوني وكيل نقابه المحامين، وكيل نقابه محامين مصر، وانا بالنسبه لي امين عام نقابه المحامين ومقرر معهد المحاماه. على فكره بكره عندنا معهد، بس مش هنتفق عليكم لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، صدق الله العظيم. في هذا اليوم العظيم الذي أروع ما تكون فيه الأيام سموا وإخلاصا، أن نلتقي بحضراتكم في نقابة المحامين وعلى أرضها، وقد سبق لعظماء المحامين أن التقوا في نقابة المحامين التي تقع في شارع رمسيس وعبد الخالق ثروت، ومنهم سعد زغلول وأحمد عرابي وغيرهم من زعماء الحركة الوطنية المصرية التي قادها المصريون في كل زمان ومكان. والمحاماة رسالة كما قال الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وهي رسالة بنص قول رب العزة سبحانه وتعالى: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري. تلك كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة أن يشرك أخاه هارونا معه في الرسالة، لأنه كان أفصح منه لسانا وكان بمثابة المحامي. فبالتالي هي رسالة سماوية، المحاماة اعتبرها وعليكم أن تعتبرونها أنها رسالة بدأت بالقول الحق تبارك وتعالى كما قلنا، وانتهت بإشراك سيدنا موسى مع أخاه هارون معه ليتمم هذه الرسالة.
والأمور معقودة عليكم في المرحلة القادمة، لأنكم أنتم المحامون الجدد، سوف تحلفون اليمين الآن وبعد هذه الكلمة، وتنضموا إلى صفوف المحامين المشتغلين، وعليكم ما على كل المحامين في مصر، وبالتالي عليكم أن تتدربوا. نبدأ بالتدريب، المحامي له سنتين من الجدول العام حتى الابتدائي في التدريب، عليك أن تختار محاميا في محافظتك أو في بلدك مشهود له بالكفاءة والأمانة، لأن المحاماة هي كفاءة وأمانة، بدون الأمانة لن يكون هناك محاماة، ستندثر وتندحر المحاماة تماما. فعليكم أن تتدربوا عند محامي بعد أن تتحروا عن سلوكه وعن أخلاقه وعن آدابه، لأن الموكل عندما يأتي إليك ويحرر لك توكيلا في الشهر العقاري فهو يعتبر ائتمنك أمانة كبرى، وأنت تمثله أمام المحاكم وفي النيابات وفي كل صروح العدالة، وعليك أن تمثله تمثيلا قانونيا صحيحا. هذا التدريب لابد وأن تفعلوا فعلا وتتحروا عن محامي. أما المحامي الغير أمين، وبعضكم قد يسمع أن هناك محامي باع موكله، محامي لم يكن صادقا مع وكيله، لم يكن أمينا، فالمسائل دي فعلا، لأنك أنت بتخصم يمين المحاماة بعد ذلك أن تمارس المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن تحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن تحترم الدستور والقانون. فبالتالي عليكم فعلا أن تتمسكوا بهذه النواجذ، وأن تعضوا عليها، وأن تكونوا رجالا كما تحدث الأستاذ حسين الجمال في أشياء كثيرة يعتمد عليكم، سواء كنتم محامون أو محاميات. قد يقول منكم نقيبا للمحامين قادم أو نقيبة للمحامين قادمة، لأن الأيام تتبدل وتتغير، وكل يوم ربك وهو في شأن. إخوتي الأعزاء، المحاماة أيضا مهنة حرة مستقلة كما تحدثنا بنص دستور 1913، المادة 198 بتتحدث أن المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية بكافة الحسنات والامتيازات التي وردت في جميع القوانين. فده نص دستوري حسن كل المحامين، وبالتالي أنت في موقفك أقوى من الضابط ومن وكيل النيابة ومن أي شيء آخر، لأن المحاماة فعلا كانت مهنة، ونتمنى أن تكون وتظل مهنة يحترمها الجميع. وبالتالي ما نسمع عنه في الأوساط، وأن محامي حدثت مشكلة مع ضابط شرطة في وكيل نيابة، والمجلس النقابة بينتقل ويروح المحكمة ويبقى في مشاكل كبيرة، أنت معك ورقة وقلم، لا تحدث مشكلة مع أي شخص في يده سلطة. في النيابة هيحبسك 4 أيام، في الثانية قررت النيابة حبس وكذا، في الشرطة هيحطك في الاسم، إنما أنت معك ورقة وقلم، عليك أن تلجأ للسلطات، للنائب العام أعلى سلطة في النيابة، ووزير الداخلية هو أعلى سلطة في وزارة الداخلية. إخواتي الأعزاء، لن أطيل عليكم، وكنت أتمنى أن أتحدث إليكم كثيرا وطويلا، وسنلتقي إن شاء الله في معهد المحاماة كثيرا لنتحدث، ويكون هناك أحاديث مفتوحة. وإنني أختم حديثي وأقول لكم بملء الفاه، إخوتي الأعزاء الجدد، ألف مبروك بعد حلف اليمين، وأقول لكم، لكم في الكفاح من ماض عزيز، ولكم في المستقبل أمل عريض، ولكم في الحاضر بسمات تنير السبيل، وتلك سمات وبشريات تنعم القلوب بالأمال، وتزكي فيه إشراق الحب وما أقدسه،
ونورانيات الصفاء وما أجملها لكم جميعا. خالص تحياتي وتقديري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شيء على بقى كده. ده لسه بقى لو طبعا هو الاستاذ يحيى عوض، وده كان عهده بالنسبه للمحامين، وهو طبعا من الناس اللي فعلا انا بقول الكلام ده وربنا شاهد عليه ان هو مكرس كل وقته للمحامين بجد، ودي حاجه احنا بنفتخر بيها. يعني انا ما فيش جلسه بنجح في الحل القسم الا لما يبقى موجود. بالجانب بقى ان طبعا انتوا بالنسبه لكم في عندكم حاجات كتير ومشاكل كتير وكده، يعني هنتقابل كتير فيها، بس مش مشاكل، يعني حاجات انت لازم تعرفها. زي ما انت عشان تتعلم وتعرف لازم تصطدم، وتصطدم بوقائع هتسأل والكلام ده كله، انا لان هي دي المحاماه، خلي بالك يعني. فعلشان كده احنا يبقى لازم في تواصل بيننا، احنا موجودين علشان خاطركم، مجلس النقابه كله موجود علشانكم، احنا كمسؤولين برضو موجودين علشانكم. احنا خلي بالكم احنا عندنا في المعهد، احنا بيجنا هنا عندنا يومين، الحد والاربعاء. اليوم الحد بيبقى حوالي 1600 محامي او اكتر شويه، يوم الاربعاء نفس الوقت اكتر شويه، 2000 بخش في 2000 ده في الاسبوع. احنا اللي بيحاضر معانا عشان تبقوا عارفين، انا اخر حاجه جبناها يوم الحد اللي فات الدكتور في عبيد كليه الحقوق، وبالنسبه احنا بنجيب الناس دي لان الناس دي علماء محامين رجال قانون، وفي نفس الوقت بيدرسوا. وتخيل بقى لما يكون ايه عميد الكلية العقول جوه اللي جاي بيدرس لحضرتك كلية العقول والشريعة، وده جامعة الأزهر، جامعة الأزهر. فاحنا بنجيب، ولذلك احنا كل اللي انا جبتهم لغاية دلوقتي كلهم ناس موجودين في المحاكم، في مجلس الدولة، رؤساء عمداء كليات. اللي انا بجيب ده كله تخيلوا دول القمم، يعني عميد الكلية حقوق كان عندنا يوم الحد، وانا جايبه بكره تاني برضو يوم الاربعاء. ويا ريت يا ريت حاولوا تخلوكم معانا في وتخشوا معانا على النت، في حاجات كتير جدا كاتباء من يوم الحد وبكره هيبقى الكلام ده. فانتوا يعني ايه حاول تشوف، لانك هتشوف حاجات كويسه قوي لغايه ما تيجي، فهتلاقي وده اللي انا بقوله من ساعه ما بدانا المعهد من حوالي 8 سنوات. كل البرامج اللي كانت على النت وعلى موقع النقابه، لان احنا بنعلن جميع المحاضرات كل يوم حسب تواريخها على موقع النقابه. كل ده بيجي لك وانت قاعد. وبعدين ايه؟ محاضرات قيمة جدا جدا جدا. يعني ايه؟ مش هقول انا بقى عشان اقول عن، لا انت هتشوف ايه المحاضرات دي، ودي حاجة كويسة جدا. احنا انا علشان ايه؟ احنا عايزين نكمل المحاماة. خلي بالكم دي حاجة مهمة جدا. في ناس هتاخد الكارنيه وتروح. الكلام ده مش هيحصل. الكلام ده مش هيحصل، لان احنا بلدنا عايزاكم، بلدنا محتاجه ليكم، بلدنا في اعز الظروف الحاليه دلوقتي. مين اللي هيقف؟ انتوا شباب. احنا واقفين معاكم، واقفين يعني بنعمل كل حاجه عشان خاطركم، ولكن النهارده انت في الوقت ده مهم انك تبقى واقف بلدك وطنك. احنا علينا من الدول اللي حوالينا كلها في توترات، كلنا عارفين الكلام ده كويس قوي،
والتدورات مهمة بتاعتنا نقف عشان خاطر واحنا داخلين على مراحل برضو انتخابات الرئاسة جاية، فالامور دي كلها احنا لازم نقف وهنقول رأينا. وانت انت مين؟ ده انت راجل قانون، انت راجل قانون يعني، فالكلام ليك انت اللي بتتكلم وانت في المقدمة، لانك انت اللي تملك القانون وتملك تحدد ايه اللي تقوله، والكل يسمعك والكل يسمعك، لان لما القانون يبقى موجود محدش هيتكلم، كل هيسمع، لان اللي بيقول هو القانون، واللي بيحكم هو القانون، واللي بيفتي هو القانون. فعلشان كده بنقول احنا رجال القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارنا علشان الحياه، اخترنا عشان استمرار الحياه في الكون. فعلشان كده هنقوم علشان نحلف والقسم، وطبعا انا مش عايز اقول الحلف ده، انما ده الحلف ده مشاعرك وانت بتقسم على كل امور حياتك اللي جايه كلها. ماشي، اتفضل علشان نلقي القسم. اقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. موفقين وألف مبروك إن شاء الله.